صباح الخير عليكم، معكم كاميلا بن اسكوخ شيف دو ديفيزيون اوف بروموسيون اي اتراكتيفيتي تيريتوريال في المركز الجهوي للاستثمار ديال جهه مراكش اسفي. اليوم كنضموا لا كارافان اللي هي القافله ديال رياده الاعمال، رياده الاعمال، وهذه النسخه الثانيه. الهدف من هذه القافله اللي اورغانيزي تحت رعايه ديال ولايه جهه مراكش اسفي وان بارتناريا مع لانابيك. هذه القافله غادي تروج مجموعه ديال العمالات في الجهه ديال مراكش اسفي، والهدف ديال هذه القافله هو تدخل في نطاق ديال واحد البروغرام لتشجيع ديال رواد الاعمال فين ما كانوا في الجهه ديالنا كاملين، وباش نبينوا لهم كاع لي بروغرام داكومبانيومون اللي كاينين اي كي سون مي ا ديسبوزيسيون ديال كاع لي جون ديالنا. هشام قصباوي، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لعش التشغيل والكفاءات. اليوم نحن بصدد يعني اطلاق قافلة ديال ريادة الاعمال تحت رئاسة ديال جهة مراكش في اطار الشراكة اللي كتجمع الوكالة الوطنية لعش التشغيل والكفاءات مع المركز الجهوي للاستثمار، مع عدد كذلك ديال الشركاء وديال الفاعلين داخل المنظومه ديال خلق المقاوله ومواكبه حاملي المشاريع في هذا الاطار هذا. وكما من بعد النجاح ديال يعني القافلات السابقه والصدى الطيب اللي لقاتهم، اليوم نحن بصدد كذلك اعطاء انطلاقه لقافله اخرى سوف تجوب مختلف اقاليم الجهه خلال مده ديال 26 يوم، يعني عبر 8 محطات كل على مستوى كل اقليم. خلال كل محطه غيتم يعني بشكل مباشر تنظيم ديال مجموعه من الورشات، مجموعه ديال اللقاءات من اجل التعريف مجموعه ديال الخدمات اللي كيقدمها مختلف الفاعلين والشركاء داخل المنظومه ديال خلق المقاوله، كذلك التعريف بمجموعه من البرامج اللي تروم مواكبه حاملي المشاريع والمساعده ديالهم من اجل يعني خلق المقاولات ديالهم. فهذا الاطار هذا كما قلنا على مستوى كل اقليم غيكون عندنا محطه من خلالها سيتم التواصل مع مجموعه من الفئات اللي كان كيصعب حتى الان يعني التواصل معهم ولا ما عندهمش ولوجيه لهذه الخدمات العموميه ديال التشغيل، فئه ديال الشباب على مستوى المجال القروي، فئه ديال يعني الشباب اللي غير حاملين يعني الدبلومات، ما عندهمش دبلومات، ما عندهمش شهود، وبالتالي مجموعه من الفئات المجتمعيه اليوم غيمكن لهم يستافدوا من هذه الخدمات العموميه للمواكبه من اجل خلق هذه المشاريع.